وده اللي يجيب لك حقك ويقف جنبك. لو كلمتيه مش هيتأخر. لا يا ام ابراهيم، انا مش عاوزاه يعادي قرايب المرحوم. دول ناس شر وقلوبهم مليانه طمع، دول يتخانقوا معاه. ما تخافيش على سمت ولي، ده مخه يوزن بلد وياخد اللي قدامه بالسياسه. طيب انت شايفه كده؟ على العموم انا هكلمه واشوف هو رايه ايه.